السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم خوتي في فيديو جديد مع حلقة جديدة مع اخونا فتحي اللي حكينا خوتي حلقات تاعو والمغامرة تاعو خوتي اللي دارها من تركيا حتى النمسا وكيفاش معاناة السجن وكذا ومنهم من ايه وطيح ونوض. المهم خوتي حتى فرج ربي عليه والحق، المهم كان واحد المفاجأة اللي نحكي لكم اليوم خوتي. بعد ما لحق النمسا راح غادر تشيك خوتي، تعرض للسجن يعني حبس تاع كوارت، وما دا عاود راح حلو خاوتي تبارك، راح تبدا رحله جديده خاوتي. المهم راح يحكي لنا. ومرحبا بك خويا فتحي. الله يعيشك خويا عمرو. هذاك السجن ماهوش كوارك، هذاك تقدر تقول سجن على الكريمينال، اقسم بالله الخماج. المهم كارثه. المهم بيه خاوتي، كاين الناس هم يحرقونا في الحلقات، حنا رسلنا ما كملناهاش. انا في الحلقه شو من سبعه ولا ست خمسه، هذه الله سته. المهم سته ولا اقل خمسه ولا ما نعرف. المهم ليكيب مره يفتح حبسنا في فيينا في النمسا. كنت تعرفوا فيينا ديك عمرها تاعنا قسنطينيه من الحراق، بوك الحراق كانت قاعد تاعو عنده كوارت، غير السرقه تما التليفونات تاع النساء، السرقه وخلاص، سرقه التليفونات الباسبورات يبيعوهم تاع الناس. المهم غير طرطيقك فاهم، قالت غير انت يبيعوك بعد تما شو مقوده فيينا هذيك تما، بقات في الرجلين. المهم كي فوت تما واحد الطروه ما بالك، والله فوت حاجه كيما هكاك طولت تما. بصح شكون واحد يخمك فاهم، شكون كنت تبقى تما ياك راح تروح، راح تروح بعيدة طويلة يعني، تروح خلاص تسمى تروح، تروح خلاص تبلك واضح تروح تكمل حياتك مشافر. انا كما على بالكم عندي مدام بولندية عايشة في فيينا، وش وصلت على لابولون ثاني كان عندي، وعندي ثاني السويدية. وش هو انا كان في دماغي السلاسية هذاك فاهم، السويدي كنت داير في بالي مش لابولون. لابولون كنت داير خمس ايامات ونكمل. يا خويا كان صاحبي هشام، تحية ليه من قسنطيني هو ثاني ولد بلادي، ومعاه واحد صاحبه والله ما اسمه ماني شافي عليه مليح. المهم طلعنا قلنا ننزلو تما التران من فيينا نروحو لبراغ العاصمة تاع تشاك، ومن العاصمة تاع تشاك نطلعو لابولون، من لابولون زعما نريحو نشوف كل واحد كي يتفرج تما، كل واحد طريقه كي يدخل لألمان. المهم احنا قطعنا اللي بينش عليه الخمسة تاع العشية هكاك، احنا كي تاع التران فيينا فيينا التشيك ريبليك قطعناها اونلاين، قطعوها لنا وخلصناهم، ما عندناش الكارت احنا مسؤول كيك حراقة الكاش برك. ايا وصلنا التشيك قبل ما نوصل لبراغا العاصمة، براغ العاصمة تاع التشيك ريبليك قبلها، انا رحت مع الجماعة هذو كانوا ليسونسي، كانوا مش مسلحين ولا زي معاهم ممنوعات فاهم، ممنوعات هذه. وشغل انا كنت ما نطيحلكش زعما، شغل ما كنتش على بالي تخضرت، ما انا كنت على بالي بلي هازين معاها ورايحين، وشغل شغل نعلبوها نورمال. كنا مع بعضنا هذه حاجه درناها تغابينا فيها، نورمال كل نتفرقوا كل واحد في جهه يريح قدام مرا زعما يكفروا. حنا كنا مع بعضنا وكان معنا صاحبنا واحد حاط موسيقى موسيقى عربيه فاهم، وخاط ايسونسيال في حاله في حاله، شغل باينين بلي باين الهيئه باينه تلعب دور كبير. قبل تشيك ريبوبليك بواحد 100 كيلو بالك حاجه كيما 100 ولا 90 كيلو سونسي يلحق في ستاسيون، دخل الكونترول هزين معاهم واحد لاباراي كاع باش يشوفوا بها تيكي كان مزور مش مزور الكوارت، وهزين معاهم واحد الساكوشه كبيره الا ديك الساكوشه الله ما على بالي شي فيها. المهم دخلوا بداو منا انا شغل نورمال كاين والو، قلت لهم سمعوا عندنا اللي كاع عندنا كيما نقولوا تيكيات ريكلا نورمال. ايا كيما جا او صاحبنا هذيك كان لي خاب بدا يدير، بدا يشغل يتمسخر بالسيد هكا فاهم، شاف لنا كيما قلت لك مريقل، شاف معنا شاف معنا، قلنا عطيني تشوف كوارتكم دوكيمنتي دوكيمنتي، قالنا يا يولينا فيها فرق كوارت، قلنا له مش هزين معنا الكوارت ومنا شغل بدينا نبعثوا فيه فلوتيل وكذا. قلنا كيف فلوتيل هذا التران رايح من فيينا لبراغ، فاش تخرج عندكم موتيل وين باص لوتيل هذا. المهم شغل ما صلحتش من القالب معاه ايسونسيال، شغل كما لو جابنا بضحك مش بضحكه، شغل جابنا حاجه خفيفه باغي تحب بها ما يعرف تيكي الكوارت برك، ما تكون قلنا له مش هزين معانا كاش من رصه معانا الكوارت ما بسيب. قلنا يا عامر حكمونا زونا كا، قلنا شغل حكى في التليفون حكى باللغه التشاكيه ما فهمنا والو ايسونسيال، شغل تعب حنا واش فهمت، فهمت باللي ستاسيون جايه راح ينزلونا راح يهبطونا. المهم نشفع عليها ستاسيون جايه كيما هكا، دخلوا واحد الزوجه عامر سيكوريتي نورمال، وشو عندهم لي مينوت عندهم كلش الحق، جانا بالملاحه في ديبي قالنا مين سكنوا نتوما، قلنا له الجيريا الجيريا الجيريا، قلنا لك مين جيتو واش كديروا هنا وعلى جايين تشاك ريبوبليك، قلنا له رايحين تشاك ريبوبليك فور توريزم رايحين نحوسوا دوك من تما نروحوا لوارس رايحين لبولندا. قلنا وينو ما كوارتكم، قلنا له ماشي
كوارتنا وواحد وصاحبنا قال له طاحوا لي وانا كنت نسيتهم في 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 فيينا كنت مزروب بارتر راح بدينا نقلبوا فيه بدينا نقلبوا فيه كل التقوليب ما كناش هازين معنا حتى حاجه شغل كتبروفي والله فاهم باسبور تاعنا كنت مخليه في في الترك عند عمي بغاني مازال ما بعثهوليش اي قلت كيعاود اه قلنا اش كنقول بوي سونسي خرج لنا كيما نقولوا شنو جاب لنا من الاخر تما كيما نقولوا بالملاحه وحشاها هناك فاهم هيا قلنا مالا ستاسيون جاي حنزلوكم قلنا له اخي ما كيحتمش كما شغل مخلوعين قلنا له اخي ما كيحتمش كما ديروا لنا والو تما شغل اللي بيش انا خالد ديبوك ما بينش ردوني باك سميري صوفيا العاصمه تاع بلغاريا باسكو عندي البصمه فيها انا عامر باسكو داخله في الاتحاد الاوروبي قلنا له اخي ما كيحتمش قلنا لا 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 اوكي حشيوها لكم بكل ما كان يحتمش كلها راح نشوفوكم برك تما اللي انتم ما كنتش شارش وما عندكمش سابق عدليه ومنا في الاتحاد الاوروبي قلنا باسكو تشيك ريبليك داخل في الاتحاد الاوروبي وما شحال نشوفوا اي واحد يدخل الخطر على الدوله المهم دخلنا في الحكايات هي وصاحبنا زاد توسوسني ذاك اللي صاحب صاحبي اللي معنا توسوسني قال لك هادو قادر يحطوا يدينا شغل كما نقولوا ارهاب شغل تكون قضيه ارهاب وبقى يحشيوها لنا باسكو يديو دراما على الاتحاد الاوروبي كون تكون يحكموك يقولوا كذا ارهابي المهم بديت نتوس بوس ندخل في المليحه هنايا كنقول لهم اخي ما كاين والو كنقول لهم ما كاين والو قلنا ما كيهتمش كندخلوا على ليسونسي واحد البوست بوليس كا في تشيك ريبوبليك في المدينه قبل واحد 60 كيلو حاجه كيما 60 55 كيلو الله راح لي سمعت بدا اس دي حاجه كيما هكا ليسونسي نزلونا عامر فيها بطونا هبطنا نورمال باب لا ليمينون هبطونا عادي شوف في اللحظه هذيك جاني في دماغي يا راي تاع نهرب باسكو كانت عندنا فوق كانت عندنا كما نقولوا ديك اوكازيون باش نهرب ونروح يهرب من باسكو ما كانش مربوطين وكان معنا غازو سيكوريتي كنا قاعد نهرب ماذا كنا تخاف نهربوا نولي في حكايه اخرى بالك راح يديروا لنا والو بالك شي شغل شي سيكسيون ديكاسيون طلقونا نورمال باسكو مش غير حنا الحراقه مش حنا الاولين مش حنا الاخرين مورفين بالك بهم قلنا سيكسيون قال لي قلنا حنا كنحوسوا على الناس اللي يحرقوا من بيلاروسيا باسكو من بيلاروسيا يدخل لابولون يدخل لابولون يدخل تشيك ريبوبليك بطريقه غير قانونيه قلنا انتم صارحونا من جيتو كيف حكيت قلت انا عندي بزاف انا عايش في في النمسا قلت لهم 3 سنين باش نقول له بلي جديد قلت لهم 3 سنين ما شغل باش باش كنقول نسيه في نسيت شغل في الماضي تاعي شغل بلي ما داك فاجات خليك تكون فينا قيضونا لفينا باك عادي ايا باقي شغل تدخل معنا في التحقيقات تاعها مش كنت موسع باش ندخل في المليح في المليح صح تما وكنت جيت ولا ضاط ومنا بدا يبصم فينا يصور فينا حنا نقولوا علاه واش كاين هذا قلنا ما كاين والو يسمع كاين والو حطوا ما حطوش لي مينو لي مينو حطوا هذوك انت النيلو هذوك يا عمرو هذوك اللي تكون تجبد يدك يطيروا عليك هذوك انت النيلو زي لي مينوط عرفتهم كحل هيا حطهم منا كيما هكا ودانا سيلونا سهله خفيفه سيلونا شنو تاع كرسي مش كرسي شنو فيها وين تقعد كاع عادي نورمال قلنا ريحوا هذاك تجيك من الطوموبيل تاعكم ريحنا باقي نستناو هكا ومن بعد قلنا له جيعاني قلنا لك صراحه ساكلو كاين والو قلنا لكم نطلقوكم واش كنبيع حنا فيه باش نتعنفوش معاهم باش نديرو في المشاكل ونعيطو فاهم اي حق خويا العزيز جات هذيك الطومبيل وراها باقي واحد 45 دقيقة هكاك تشفى عليها 45 دقيقة جات زدنا الباترون بس صغيرة جاي صغيرة زدنا جاتنا الحبس عامر حبس على هو حبس زعما كوارت على كيما نقولوا الناس اليغال بدون اوراق هما كاسمه مسماتي بس حد داخل حكايه اخرى ما حبس الكوارت لو ولاو يحشيو لنا فيه برك فيه فيه صاله على الحديد الله فيه صاله على الحديد بصح بدائيه فيه ماكله ماكله فيها لحم الحلوف من الاخر فيها لحم الحلوف صاحبنا اللي معنا داك صاحب صاحبي ياكل لحم الحلوف ياكلها وشو الماكله تاع لحم الحلوف تاعنا ما ناكلوش حنايا شنو ناكلو غير لاصوص هذيك نعطيوها له ياكلها والله تشوف فيه ياكلوش ياكل في السكالوب والله صحيح على بالك اي الحق بقينا تما دابا نسقسي في الحراس الحدود هادو اي الحراس على الله حتى السجن وكنت طلقونا حنا ما درنا والو ما عندناش مشاكل ما درنا والو غير فايسين منا حنا في لابون قلنا ما كاين والو ريح ما كاين حتى مشكل قلنا شكون يا ما سبقكم طلقوكم هذه اجراءات غدوه ممكن نطلقوكم وما حشيو لنا فيه حتى ما عندنا كاع يجيبوا معاف بينا قداه وبقيت مسخروا بينا باش ما نديروش العنف زعما باش نبقاو مكالمين كل يوم ستين فيه قلنا يونس مالها الجايه ساعي قلنا غدوه على ثلاث ايام بداو يتمسخروا بينا ايوا وراه بعد 8 ولا 9 ايام قال لك التليفونات تاعنا شكون عطيناهم في الاول يحطون يحطون في واحد البلاكا عامر في الحيط هكا وشفت الكاميرا لافو يحط لك واحد اللصقه كحله باش ما تصورش ماك فاهم باش ما تمسش التليفون باش تكسب بيد تحل لك تكسب تبعث ميساج للدار تبعت ميساج المهم ما تهزوش التليفون ما تخش تهز ديجا في كارو الداخل ايوا نحكي مع لاف مع الدار منا وين كاين اني لاباس تاع ديما تقول لهم فوق عليا اني لاباس اني لاباس ما كاين والو غير الخير ومن ايا خويا من بعد شغل
بديت شغل كيما نقولوا الصبر بدا يروح لي، بديت نقلق فاهم، بديت نضيق روحي شغل، كنت في فيينا هذه ربي كنت مع صاحبتي منا وجداني نجي لهنايا وجداني الله صياد، بديت شغل بديت ندخل في المليح بديت نتفكر وين كفا كنت نقلق، بديت طلقونا هذه ربي دركا صايق لقت وضيق روحي. وبعدها قال لك نشفع عليها عمر باش نسرعوا شويه، وراها بواحد 25 26 27 يوم بالك، قال لك يو ويل هاف ديبور، عندي لكم ديبور بصح ما قالولوش لوين ديبور وخلاص، اللي جا بوطي يديروا ديبور لبلادو، واللي جا على الترك سمو عنده بصح ما فيكاش دوله في الاتحاد الاوروبي يديو الدوله هذيك في الاتحاد الاوروبي. انا في ديبيك ما قالك ديبور شوف واش هي صفار ونشفع عليه تقييس، قلت هذاك تقييس حاشاك عام شغل من الخلعه على بالك ديال الخلعه وجبت صفار وفشلت فشلت صاي، كنت فكر الطريقه ديال فتهب وكل ما ديش الضحكه شطحوا اي الحق خويا وراه كما قالوا دي بورا 3 ايام 4 ايام جاو الزو بزاف افغان زوزو عباد الزونا عامر شويه من الناس هكا تاع الدوش هيك دوش خفافي تاع الماء بعد دوش خفافي بعد ربك تلبس لبسه اي لي مينوت جيت خارج من الباب هكا جا واحد البوليسي كاز الاسامي فاهم الاسم هذا هكاك البيس على الطياره تاعك تيكي تاع الطياره يعني مش تيكي من الخلعه نشوف فيه اللي مكتوبه الجي من غير حصول الجي حاجه الجي بلي حدا بدون الجزائر كان تشوف اللي مكتوبه بلي براغ فرانكفورت فرانكفورت صوفيا العاصمه تاع بلغاريا انك مش تيكي كي قلت اذا سما من او بعد عامر درت بصح كيف ديبور المهم انا طلع لي مورا شويه مش حيضوا لي بس حيت حيضوا لي بلغاريا باسكو ندير بصمه فيها وانا ديك البصمه عمري عندي فيها وعطوني خرطيه اخي قلت لكم عندي خرطيه تاع شهرين نور شهرين حاجه كيما كيك خرطيه عامر خلصت لي نديرها لفيينا في ود شهور صاي خرطيه كمات صاي ما محتاج مير ترجع لبلغاريا بلغاريا تعاود تسلمك للترك باش انت كيما تحب وتكره ما مشيت من صربيا دوك للترك مقودين زيد كيما اليونانيين حطوك في التميمات تما يلموك بزاف على الافغان يباسي للترك يا عم درنا ديبور لي مينوت انا خارج منا مبهدل لبك الناس بكل بيشي نحطها شغل اللي باسبور حمر ومنا ولا شغل بالديبور هذاك شغل تبهدلت لباك باش نوصف لك الوصفه كيف كنت باش نوصفها لك نشفى عليها عامر من ديبوري كيما كب لي مينوت خارج خويا العزيز ركبونا في ركبونا حنا الاخرين حنا الاخرين ركبونا بلي مينوت ركبونا ايه بلي مينوت طلعونا في الكلاس الاخرين ريحنا حق بلي مينوت بقينا وشو واش ما كانش كيما نقول لك حراس عليك ومن منك فاهم انت تحسب غير مخوفه تقول صايبك مع نوصل لك فرانكفورت طلنا نسكيفيك فاهم يا خويا توصل فرانكفورت كيما تلقى لي غرون طاي تاع الالمان غرون طاي تاع لي باش ناطو يسون سيت غرون طاي كاغون طبقوا فوق دماغهم يستناو فينا كيما هكا ازي واحد لي فوتو هكا كما تطبيب يدير لك بيدو هكا بلي انا كنت مخوف مع فرانكفورت ندخل في نص الناس حنا زرطي زعما قلت نكوفهم بعدا قال لك روح واحد الباترو كان خضره نشفع عليه خضره وبيضه تاع جندارما بالك حاجه كيما كيسونسيال لمونا فيها فيها ربعه زوج افغان وانايا ومعنا واحد عراقي والله سو نسيت سونسيال من المشارقه هذوك اي حطونا فيها عامر داونا ثاني واحد البوست بوليس نورمال اي بوست بوليس ما عادوا بصمونا ثاني في المانيا عادوا شافوا معانا ومنا الاسامي وسمع شكون ما كذبوا ما كذبوش قلنا ورينا التيكي تاعك بلي كيف من حضر قلنا له قلتونا التيكي تاعك دونا راح نروح لصوفيا حيردوني صوفيا اسمهم الجزائر لا والو اي قال لي ياك التيكي تاعك وباقي شو معانا قد عندكم دراهم قد عندكم منا ومن عندي والو قلتوني راجع زلط انا قلنا شكون قال شو معاه نحاولوا سمعت حب في الحديث نقولوا ندير اللجوء بصح اللجوء عامر حنا ما عندناش بلادنا فيها لا حرب وربي يخليك ما نقولوا سالمه بيضاء ما عندنا لا حرب الاول في بلادنا حنا اي خويا العزيز داو نشفع عليها ريحنا بك 12 ساعه في الايروبور نستناو في الفول تاع فرانكفورت صوفيا اي المكوصل الفول نشفع عليها 3 ونص الصباح ولا حاجه كي 3 ونص الصباح اي ركبونا الاخرين كي العاده الناس كي العاده بيش في فرانكفورت غير حنايا الزلوطه كيك مخلطه علينا مقود علينا بلي مينوط لي مينوط مش عندي له المراضي دانو لي مينوط على الحديد تاع الصح خارجين بيهم عامر ركبنا في الطياره نشوف عليه في الكراسي الاخرين طيا الطيار ديال مارس صوفيا قربنا نوصل صوفيا اللي بدي يطلع لي المورا قلت الحمد لله يا ربي ما ضونش الجزائر ومن طلع المورا طالع في السماء عامر بي يطلع لي ملي كنت وجهي صفر مقود عليا وطوالت كل دقيقه من المخ وجهي طلع لي المورا حطونا بك صوفيا كفان العاصمه
انا قلت في صفيح ندير البصنوص ما في صفيح قاعد يطلقوني تعاون ندير حكايه عندنا حرق صربيا صربي عندي قسنطيني درنا بالسلم حرقنا على معاه هذاك وكلش نعلبوها صافي شغل الخرم اي صافي تفكرت باللي الخرطيه تاعي قطعتها في سميها لي في صربيا وسمو معنا يعني الخرطيه لو ما عندك خرطيه ما تزيدش تزيد توك صاي باسكو ما تديش عندي بك 5 شهور اللي شغل خدي كيدي تما بلغاريا اي قلت عامر وصلنا لصوفيا المطار نحاولنا اليمين حق عادي دانا سيدو دانا التميمه التميمه ديك قال لك هنا شغل سمعنا كاين تما تيريا كاين تما مغاربه زي كاين الالبان البان واليونانيه تاني معمره بها خارج في صوفيا هذه التميمه اي قال لك متعاد التميمه كتعمر يردوكم لاسطنبول هبلت انا قلت له واني عندي بصمه قلت له ما يا ولدي حكيت معك باللغه قلت له عندي بصمه انا لي كيف قال لي ما صاي قال لي خلص فين قال لي شنو البصمه هذيك الاولى تما وكنقول باش تدخل من بصر بصح دوكا صاي ما عاود رجعت تما واش ردوك معاه ما يفهموش ما هو قال لي فهم فيك واش تحكي يقول لك ايضا سالسن ما نفهمش راه يدز فيك شكون تاع الصماط غادي كانت تما استهبلت وليت راح سلع في الحبس ما راحش وليت ما نعرف نعرف والو لا حلال لا حرام وليت درت كله غادي نطيح كيفاه من ما تدخل تكالمي تقول لك ما فيهاش كما نقول لك ما دير عامر كما نقول لك في الدم دوكا صاي في الدم خلص عليك اي خويا في التميمه هذيك شفاي تعمرت واحد يومين باك تعمرت تعمرت لي التميمه هذيك لي مع اللي يدخل لي حرق يحكمو لي تلمت افغان وباكستانيين افغان وباكستانيين نوسخ معنا ثاني هاد العائله شفاي عليها عائله عراقيه نورمال معنا مزوج بنات اسونسيال غادوني الله غادو يشوفوني المهم عامر يومين كاكيزون جا الكاميو عاود هزنا دانا لايديرنو ايديرنو باك الحراقه كيما يحرقوا من تركيا لبلغاريا مام العسكر تاع بلغار على بالهم بلي من دخلت اللي ما فهمش العسكر تاع التركي فاهم باش يدخل على يردك التركي روح صروح راه كل زود من نتيري عليك سمي خوفوك عاد دخلونا عاد داونا واحد الشباك قطعنا سبب يسلمونا العسكر تاع الترك العسكر تاع التركي يحبسك فيه سمانه الله سمانتين في اليابان جي سمانتين 15 يوم بدا يطلقوك تاع اسطنبول اذا طلع حكايه بلي عاد العسكر تاع بلغاريا هو لم تخش الشنغن هاويين بزاف فاهم عندهم زيد زايد ما يخموش بالقوانين والضغط ايه بعد تحل السياج دخلونا في السياج ضغط نقول لك روح نحسوا لي يسمون العسكر بطريقه احترافيه قانونيه بعد باصونا هكاك انا عاود رجعت لاسطنبول عامر رجعت مران اقسم لك يا عامر بالله ما انسى حتى فرانك مزيان شغل دعمي بغي نعرف ولدي انت تسمى شغل الكونفيونس فيا سلف لي الحق واش فكرت باسكو عندي خيط التليفون تاعي والباسبور تاعي خليتهم عنده ايا عاد عطاه التليفون ومنا وشاف لي كريا وزحت عند سميو لي المغاربه تلاقيت في الاول خلاص لو ما جيت جديد لاسطنبول نحرق جيت نتلاقى في الناس باسكو عندي كونتاكت تاعهم كاش كريا كاش شومبرا باسكو تكريت ما بالسير سير تكريت بالك واحد 400 زلوطي 400 ليره بصح واش هو موسخه الدنيا فاهم الخماج ديك اسطنبول عمر البق فيها كلش مش واش دير كذب شي عليك زاد داق روحي تما علاش كنت في الخير قلت كنت في الاتحاد الاوروبي في شنغن كنت في النمسا يا صاحبي في النمسا في فيينا وتلقى في اسطنبول تما مع الناس صنت قوت عليا عاودت كونتاكتيت صاحبتي صحاباتي مش صاحبتي السويديه والبولنديه باللي صايني في اسطنبول ودخلت عليا عملت مستبيح الدرجه وين حكيت مع الدار قلت لهم صربب امير كالمي فيا صربب صايش ما قلتش ندير يا نقعد في اسطنبول صار الحرقه نعاود نحرق على الطريق موحانا عييت طرحت صاحبي الطريق غادي نكون عاود يا ولدي تبيك سميه ولي الفليكس بوس هذاك البيس هذاك يعيا كون يروح الي رود صاحبي عييت طرحت انا فشغل ما قلتش فشلت في الحريق تقول لي لا نيفر جيف اب لا والو لا موتيفاسيون لا والو تما تطرح مخك اللي ما يدير والو لي لونغ كل يروح لك هبلت انا كيس مع الدار الدار يكلمي فيها ما يبغى انسى اللي يقول لك مازال صغير عمرك 23 سنه قعدت تعاود ناس بزاف من فاتوك صارت لهم كسر عليك انت سونسي موتيف اي يوم موتيفي في انا كره سربت مسبب لك واحد الشهر كامل اكتئاب عامر هذاك شهر بالاكتئاب قود علي سونسي بديت كونتاكتي بولندي هذيك قالت لي طلعت لي المورال في حاجه بعثت لي الورقه قالت لي نسيت طلق يعني قالت لي اني فري اني ليبر قلت نطلق تما طلع لي المورال على بالك طلع لي المورال وتلاقيت صاحبي هذا شاكي باتني فكرنا خدمه في الخياطه نشفع لي خياطه تاع لي بافا تاع عامر نخدم في بافات في واحد الحانوت تاع ليبي واحد الفور ورشه تاع ليبي
خدموا لي بافوت من 7 تاع الصباح 7 تاع العشيه، ندخلوا 300 اورو، هي 3000 ليره كانت الوقت هذاك، دوك الليره دخلات عليها هذيك 300 اورو، ندخلوا 60 اورو حق الكرا حق السرير وسكارينا هي بعضها، وديك الاخرى انترنت كونيكسيون اقل كونيكسيون فيا انا قبولة سمع فيا قلت وصلنا ل ولينا نبيعوا في الويكاند نبيعوا النوار باش نحيوا النوار من هاد الشجر هكا من هاد الحديقات كنا فهمت في اسطنبول نحيوا معامر لموا لموا كميه كام نلموا كعبات ملاح باهيين هكا نديرهم لواحد الرولو هكا نافيكيو ونروحوا للتقسيم ديال الشارع تقسيم معروف تما بالرومانسيه والحب وفيه بزاف الروسي الرواسة والاوكرانيين والبيلاروسي يجيو تما حواسه توريس باك اسطنبول جيم رخيصه نروح تما شغل العرب ما ندوروش بيهم العرب العرب هيك تعرف العرب نروح ديك عند الكبر هكا لي زالمو ثاني كاين نعطيهم زعما نوار هكا نقول اعطيها تما صاحبتك معاك اعطيها لمرتك منا بتحش ما يديها عليك فاهم بيعوها ب 20 ليره يحش بالحشمه يبيعها شكون يحكمها عليك سلكنا والله كنا نافيكيو مصروف نروح للدار 4 تاع الصباح يا عامر في المصحف تاع ربي 4 الصباح نروح للدار مفدقين غدوا نخدموا على 7 سونسي كنا ناخذوا شويه كان في الخدمه تاعنا تاع الخياطه هذيك تاع لي بافات كنا نافيكيو وقت في نفس المومون كنت كونتاكت مع البولنديه جا النهار قالت لي تسمى حكينا حكينا انا اللي شغل بروبوز عليه قلت لها راني حاب شغل مش حاب نبقى معك في علاقه كتليفون ومنا على الاقل نتزوجوك فاهم نتزوجو تسمى نديرو شغل سيتياسيون من الحق هي كانت سانتيريسي قالت لي تشي لعربك فاهم كان سانتيريسي معايا ومنا ومنا قالت لي اللي ميك سيريوس حكي قنعتها اسمها قنعتها عندنا فمنا حنا تعرف ديالي قالت لي كيف وين نجيك والله كيف قلت لها روحي اسطنبول اسطنبول بلاد الرومانسي بلاد الحب ديت نصور نبعث لها في التصاور فاهم دخل جوجل منها نبعث لها تصاور تاع اسطنبول هذه الحب قنعتها كاين فيها العباره هذه كاينه فيها بزاف بلايص شابين في اسطنبول كان بلاد الحب بلاد الرومانسيه ومنا ومنا كان تسمى تجي هنا قنعتها قبل والله الحاج حيرتني عام جات سريحت معايا باك درت الخدمه تاع حدا شغل فاكونس باسكو كما جيت انا لحت الفيلا هي دات فاكونس طولت فيها فاهم سمو محلاز يعطيها طول اي عطاها الماكس الماكس ما عطاها سمانه فاهم قال سمانه ما تفوتش وهي كون جيت سريح معايا هي سريح معايا 5 ايام ولا 6 ايام باسكو الفول باش جيت روحت روبوزي وتبريباي تروح تخدم سريحت معايا 5 شهور 5 شهور كنت ربي هذيك قبل ما تجي هي بديت انا بريباري فاهم بديت نبريباري في الكوارط والدار يبعثوا لي في الكوارط ومن بعد شفت عمي عبد الغني شاف لي واحد عبد المؤمن الله عبد المالك نسيت اسمه عبد المؤمن الله عبد المالك اسونسيال في شيرين ايفلر هو اللي يدير الكوارط تقول حوايج العقود هذا عقد الزواج شي بوندا مختلط ومن يعرف الامور هذو خدمته هي غاليه ب 550 ل 600 اورو اللي قلنا لك 350 باسكو عارف عمي عبد الغني عبد الغني يخدم مع ترونس فليسونسيال العامر فرسها اخويا العزيز مع ريك اللي كوارط منا قال لي شوف يدير الترجمه يدير يدير لي كلش هو الترجمه الرونديفو كلش اي احسن شيت كوستيم بالك ما نحبش نلبسها لبسها زوج نلبسها لبسها ساعه ونص بالك الله سويعه ونحيد انا نلبسها الكوستيم كره انا شيت كوستيم منا وبديت نصور فاش تصور حتى واحد التحفيفه اقسم بالله يا عامر راني حاضر مارينز مبان خارج من الحبس مارينز بالزيرو منا زي شاف شويه هذيك ايا درت كوبا منا وشغل المورال طالع وحكمني ستريس ومن ليسونسيال جات عندي لقيتها في المطار تاع صبيحه في اسطنبول جات عندي وفي هذاك ما جات عندي هي من الجور اللي تحط تصاور في السوشيال ميديا تحط تصاور تحط مي لابيش تحط تصاور بزاف وسمي حسك بالروسيه السويديه شافتني مع قلت مع الزواج شغل تكهربت لي فاهم تكهربت لي ما قلنا يدخل على انفيتيت السويديه قلت لها حابه تزوج معايا منا شغل قالت لي مازال الكوار تاعي تتلاقي يطولوك فاهم انا خويا ماني كنسنى لها هذه اللي اللي واش هذيك هي نديها باسكو سي مو واحد نطلع بكره تربط صاي طريقه قانونيه لا غير قانونيه اي الحق جاتني اسطنبول ومنا انا كنت خايف غير من الزواج تزوج بالاقامه وانا اقامه ما عنديش باسكو حراك لو بقى زوج دار الحال العقود بلا اقامه حكمني في واحد البلديه يا ربي في اسطنبول واحد البلديه صغير يا ربي واحد اسمها سنسي حكمني رونديفو عامر وعقدت شفاعات مع جاتني هي جاتني 17 جاتني لو 17 اوت لو 18 عقدت يوم بعد شغل جاتني اليوم في الصباح لو 11 شفت عليها اي خدوا عقدنا نهار جاتني فيه شغل جات عيان صافي درنا البقلاوه البقلاوه التركيه درنا الكنافه خلطناها تقسيم درناها كنت الدار
الزوج على الصباح، كنت كاري استوديو حقا في شيرين بلا غاليين يا صاحبي، مشيت نلقى استوديو وانا محرق الحق. هي عاونتني عندي واحد 70%، عاونتني عامر هي كل جيت معايا الراس، كل جيت الرولاسيو تاعي معاها مازالت مليحه، كل جيت معايا معايا هنايا تحكي معايا في اللايف والله كانت ديما هو شابه بزاف ما لقيتش ولا الحق. فوتنا ديما مشابين وعقدنا وفزت معايا في الكونسوليه ودرنا تصاور شابين. المهم هي جميل المهم باش نديك الكوارت المهم ليسونسي تاع العقد ليفري دو فامي خرجوا لي في يومين. هذا المهم عبد المهم ليفري دو فامي عامر خرجوا لي في يومين راك فاهم ليه ليه ريقني فيه عنده شغل خدمته هذه هي ريقلته وخرجت العقد بالكونسولي تاع الجزائر جبته بالسيف بالتحاويل بالسيف جبته بالجمعه نشفى عليها باسكو ما يخدموش سبت وحد ويكند لازم نستنى الاثنين وهي لازم تروح غدوه. تسمى طولت الحكايه تسمى ما قدرتش لازم نبعثها معاها خير ما دارت 4000 ديار شالوا مصاريف تعرف والله بالسيف باش فريق الفريق التاري العقد طلعت معاها ترجمت المشكله هذه شغل في الكوارت ما تلعبش عندها كما نقولوا عارف حارس الموقع تاع شهر والله تعالى انا باش نجيبها لك في 15 يوم في في 12 يوم ريقلتها لي نشفى عليها 12 يوم ولا 13 يوم ريقلتها لي بعثها لي عامر وبها درت دوسي دوسي مدرح اي ورقه ما تصلح دوسي تاعي شوف ما عندي سيرونس ما عندي في فيلياسيون ما عندي اتيستاسيون ترافاي ما عندي فيش دوك ما عندي حتى حاجه عندي غير الباسبور دوسي مدرح غير دفعت به ودافع به ونقول عندي كونفيونس في روحي اللي يعطيهم لي سمو الزوج بولنديه خطوني بالريف يا عامر خطوني بالريف الى قريب سكرت انا خاطيني دعاوي الشر لا خاطيني قريب نسكر نحرق لهم الكونسول القنصليه هذيك صاحبي ايا عطوني الريفي عيطت لها ونشفع عليك تحكي معايا باللابتوب هي حيت معاها وكان نضرب رب باللغه تحم عندهم كورفا ماتش كورفا ماتش طيحه كورفا ماتش ومن عطاو لي شنو قلت لها بلادك عنصريين هو قنصل هذا قنصل عنصر باش ما نحرش فيها فاهم باش تكره مليح باش تهبل باش بعث لهم ايميل تبعتي لهم في الايميل قول لهم بلي راجل اسم اعطي لهم الاسم واللقب تاعي قول لهم بلي دفع ما عطيتولوش الفيزا. المهم دوزي تاعي مدرح وجينا ريكلامي وحنا طايح لهم مقود انا ثاني راه مقودين ديري المهم باقي نحرش فيه طلع باش يعطوني فيزا بزاف ناس عطاوهم غير ما عطاوليش شعر مكره وما فهمتش عليه غاروا منك وما فهمتش وما مش حبيت تعيشي حياتك حرشتها وعدت حرش قالت لي ندي فاكونس نجي القنصليه تما ديك نشمتهم مش عارف درت فاكونس عامر انسان كنسرح كنسرح في حدث كاين حوايج بزاف ما حكيتهمش نحكيك في لومبورتون جبت معها شيكولا بولنديه هذيك تشوف عليها اكلت الحبه هذيك دخلنا القنصليه كما كنا كاع بومبي يا عامر هي كما جاتني ديجا انا شغل ديجا حكمت لي الرونديفو دفعت قالوا لي بك 3 ايام راح نزل 15 يوم تسمى باش نهز الباسبور باش نهز كما نقولوا النتيجه في الباسبور فاهم الريزلت هي جاتني بالك قالوا لي بك 4 ايام ولا 5 ايام باش نهز الريزلت هذيك جاتني بشيكولا دخلت انا بومبي ما كاين الناس بزاف حكمين لي رونديفو كيستناو ريزلت يوم دخلنا بومبي كوم منا مرتي بولونيز دخلت تحكي معاه والله هذاك هو الصح دخلت معاه مي دخلت شيكور حبيبي نهار دخلت وحدي باش ندفع واحد ما يقيمك واحد ما يقيمك دخلت معاه شي اقسم لك بلا شي كور مع الاول شو ما داواش ما قال لك حكيت معاه باللغه تاعها بولونيز احترموها قيموها باسبور تاعها يقضي احترموها مليحه يا مدلم شي كولا قال لها جينكو يا مرسي ثانكيو منا منا دخلنا القنصليه سنين كان شويه الزحام شويه كان لي زيتيديو بزاف هاك ما دفعوا خلصوا لي زيتيديو قالت لها تفضلي مدام حكيت معاها قالت لها بولونديه قالت لها تحكي بولونديه انت قالت لها سنجيب تسحب تيخي بولونيز اي طلع جات حكيت معاها باللغه البولونديه قالت لها شكون هو الريسبونسابل انا نحتاج الريسبونسابل نحكي معاه قلت لها سني لازم 45 دقيقه كذا ما زعما يتكسل ماكري ما عنده والو الكونسيل قاعد يتكسل زعما ريسبونسابل باش قنصل هذا ريسبونسابل على الفيزا بقى. المهم سنينا بك واحد 35 دقيقه ولا 40 دقيقه جا قالت تفضلي جوزي ويلكم من دخلنا للشومبرا دخلنا درنا الانترفيو تاع ساعه ونص حاجه كيما هكا الانترفيو عصرنا فيه وقلت
معلم عمرو طفالي التليفون طفالي التليفون هاني بلايفون طفالي التليفون ندير فيه اللايف هاني بواحد اخر واني بالباور بانك هاي الباور بانك عيطوا لي في البلاد مثلا عيطوا لي شنو تكوبا تعيطوا لك عيطوا لي انا تكوبا اللايف انا قلت عليا انا واه ماشي انت هو عيطوا لي في البلاد تكوبا اللايف انا قلت سعيد قلت لك انا المشكل قلت لك عم دخلنا القنصليه بدات دخلنا القنصل الريسبونسابل دخلنا الشومبرا باش يدير معنا انترفيو قلت لك ساعه ونص وشو قاعد يحكي مع بعضهم بالبولونيه ما فهمت والو قال طاك هذه طاك باللي البولونيه ما تهياس هي قال غير ياس طاك طاك قال غير طاك 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 ماني فاهم والو انا تما قال لي قال لي هو شرب البولونيه قال لي حتى روح ماشي ترجع تما راح تحرق تما قلت له طاك طاك مانيش فاهم دورت لي قلت انت شنو قلت لي شنو طاك طاك مش فاهم قلت له طاك فهمتني يا قلت له احكي معايا بالونجلي يا صاحبي قال لي بزاف لي زالجيريات كل اللي يديو الفيزا ما يهربوا لفرنسا صار بزاف ثم صاروا لفرنسا بزاف قال لي هاك بعد قال لي كي طلعوا لفرنسا قلت انا قلت فوق فرنسا قلت ما نحبش فرنسا قلت لهم من الاخر قلت لهم من الاخر ما نحبش انا فرنسا منا المهم قال لها واش من قال لها كنت تدفع عطيت من الورقه ما يعطيك ما تدفع الدوسي خي يعطيك واحد الورقه شنو باش تستنى باش تحس راه تهز الباسبور تاعك بالورقه هذه عطيته له قال لها روحي غدوه قال لها غدوه عاود روحي باسكو دوك كان عندي شويه خدمه ومن مشغول مزت له شيك ولا معلومه باش يحكم ماشي شغل بانت له شغل كيما نقولوا بانت له شغل رشوه زعما ما حبش يحكم مع الاول بدا قلت له من عندي من هو شغل بدا حكمها تاع حشمه هذاك من الاخر صراحه حكمها تاع حشمه من فوق البوبه قال حسام سيح وعطيش بالك تاع حشمه تاع حشمه ايوا احنا روحنا بروح واحد ستريس حاكم اللي كنا كارينا عامر المهم حاكم واحد ستريس قود ستريس حبي حسام مش نورمال قلت بالك هذه شغل الباسك ما حكم معنا قلنا غدوا شغل شابح وجو قلت بالك غدوا بالك حطيني بالك الريفيوج بحلا وجهي يقول راح يتقود انت بيك بعد ما نبلت بلادي ما نقيمكش صافي يحكي لي ستريس قلت له غدوا احكي معاه بعث لهم ايميل فكريهم ولي كنت دقيقه نقول نحكي هبلت انا طرطقت هبلت وهي قالت تقول لي وهي شوف قلقتني قالت لي درت لي عليا انا ما عندي واش غنزيد ندير قالت لي جيت ودرت لي عليا عندي واحد ندير فوق يا رباني دازت طرق جد صرت جيني في دماغي تسمى الطريق بدات جيني بدات عاود لي الطريق تاع الحكايه هذه في العاود نحرق بديت بديت نطلع انا ما قلتش لي لا ذاك قلت بك 4 الصباح نضنا الصباح 7 القنصليه تحل بالك على فهمت عاد ساعه بالك خلاص ايسونسيال نوض الصباح 7 غسلت وجهي طلع نروح رحنا باقيين مسطالين قدام القنصليه هذيك قاعدين تما ضاربين في الكوك نضرب في الكوك انا وقاعد نستنى المو قوده مهلوس ما كنخدم فيه والو انا يوم. كما نقولوا درك الواحد تاعي كما نقولوا كما نقولوا ديك الطريقه هذا واحد تبان ديك الطريقه كما نقولوا لا هكا لا هكا يا راه هذا واحد تبان الوجهه تاعي يا تروح كيما الناس يا تروح مش كيما الناس عاود الطريق تاعي ما دخلوا الباب منا جات راح نتكلم قلت لهم بلي الكونس بلي الريسبونسابل قال لي غدوا رواحي نتكلم له واحد الورقه يعطاها لنا دخلنا ريحنا حكيت مع المراضيك بعد نفسها قالت لها استنى شويه واحد نص ساعه كيجي كان نستنى وكان نحكي وستريس منا نشوف على المراه هذيك منا 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 يا خويا مدى الكونسي شغل ما جاش الكونسي ما جاش هذيك المراه هذيك البولونديه اللي كانت حكات معنا في الاول من قبل وزحكات معنا دركا قالت لها تفضلي منا هي كما قدمت ساعه برا نستنى فيها تقول لها زعما غدور نستنى فيها حاجه سلبيه حاجه نيجاتيف تقول لها بليتي والله بليتي يا حق المصحف تاع ربي كيما اليوم نشفع عليها طليت كيما هكا قلت لها الباسبور تاعي كاشات لي فيزا زرق هذه كاشاتها لي في الباسبور يا ولدي ما امنتش ما فهم شغل ما امنتش انا ما امنتش كاشات لي فيزا كيما هكا قلت لك سني هنايا تفضل سني هنا بعد قد درت الفوتوكوبي على الفيزا الباسبور تاعي تحتاجو يخليو عندهم عرفت قلت لي تفضل حليت كيما هكا بعد نحاتو لي صاحبتي بولونديا نحاتو لي خبات عندو خباتو عندها في الصاك بدا قالت لها حابه نشكر الكونسيل تما نحكي معاهم قلت لها واش قالت لها الله حابه نشكره تما شغل على الجاز دخلنا صح الحق قلت له صحيح قال لها ما كانش قال لها مريك لها منا قال لك لي تهلا فراحه تهلا تهلا فيها ومنا منا قلت ان شاء الله بربي المهم فرزنا حكيت معاه خمس دقائق ليه ما بيش نبين له بليني فرحان زعما شابح وجهي مزير وجهي معاه شغل حاجه عاديه شغل شي بلادك كاين ثاني عندي بلادي الحمد لله في بلادك كبر ايه احنا خارجين من الباب عامر هو البيرو تاعو يطلع الطاقه اللي نخرجوا وحنا خارجين برا البيرو تاعو يطلع الطاقه تاعو طلع علينا حنايا هي خارج قلت لها تحبيش نبين له بلي فرحان راسها بلونغلي انت مش حنبين له بلي فرحان باش ما يقول لك شو دار حاجه كبيره ندور قلت له يطلع عليا يضحك عليا شغل الضحك واحد الضحكه شغل تاع سمعني تبه هذه ليسونسيال خارج برا المورال
عايز طير اصحابها بكل، قلت لهم ودا الفيزا وجاي وجاي ليسونس يطلع لمورا، لا عامر ما يحكيش تطلع لمورا، انا الحيدره تما نضرب يا ولد نصرف برك تما، لا علبوها مليت نصرف برك نصرف. ايوا هذا روحت اوحت الله في روحك من بالبكا، لا نفس الفيلم ديما نروح بالماط بالفول خمس سوايع هذيك زوج سوايع ديال هذا البكا وساعات سكت فيها ومنه ومنه. كنت صايع عليها وتبكي، كان جاي هاي الفيزا راني جاي منها صايم مريقل عليها وشوي تبكي. ايوا نشفع عليها راحت تفوت رمضان مع الدار هذيك رمضان فوتو على بالي وبنيت قيت ما كنت ماش قلت نستنى خير نروح كنت خير نرجع لاوروبا نرجع. ومن بعد كما فات رمضان مشيت لبين نشفع عليها وجيت ومن هذاك رمضان اللي بني يقول لك توحشت رمضان كل شيء شغل كانت عندي ايامات مليحه تاع رمضان. وصلت انا اخوي العزيز كيما وصلت هنا تبدلت العقليه تبدلت الشروط راك فاهم، هي اللي طلعتك دركا ديك هي كيما طلعتك عامر ديك عندها شروط راك فاهم. قالت لي فوت مع ايامات مع الاول مليحه وما بدات تبدل. علاش العرب هنا العرب تاع فيه بزاف العرب هنا عامر قدم بداو يقولوا لها سما اذا تفضلت طفل صغير انت منك تحت تقعدي معاه هذا وراح يهرب عليك هذا كوارت باك ويهرب عليك. بدات توسوسي بدات تدخل في المعلومه كانت ثقه بيا ثقه فيا مليح كونفيونس كبيره. بعد ما يدخلوا العرب نص عامر صاي الكونفيونس كسرت بدات توسوس. قالت لي قلت لي نزل كواد محتاجهم ومنا قلت لها هي باينه باش نهبطوا نزوروا الجزائر ومنا. قلت لي اوكي قلت لي بصح ناجلوهم شويه كيفاش ناجلوهم. قلت لي قعد معايا قلت لي معليش نديروا الكواد حابه نجي معاك الطفل. قلت لها مانيش واجد الطفل قلت لها صبريني عامين كاك والله نخمو في الحكايات نعيشوا صح حياتنا مليح باسكو نجيب الطفل اللي كرهنا ديجا هي كانت عندها طفل هي عندها طفل قلت لها نعيشوا حياتنا مليح منه وبعدين نخمو في حكايه الطفل هذه. هي قالت لي مالك ما تصبر نصبروا على الفرنسي نصبروا على الكوارت معناك بدي بالكوارت درك. قالت لي معايا كلي قال في لابورون مش واش دير بهم ما تحب تتحرك معايا تتحرك معايا ما يخصهم ما يخصك والو كما نقول لك كليكا وصح ما شغل ليك ما شغل حطني في قرعه فاهم تجي معايا الكوارت والله نطول لك ثلاث سنين ثلاث سنين الكوارت راح نديرها نديرهم نصبر ثلاث سنين عليا كان يعني بدا يصيروا مشاكل فهمت تدخل معنا مشاكل ما يحبش تخليهم مسيك يمشي نحكيهم تدخلوا مشاكل منا كيفاش راك راح تخليني هذه الحكايه تاعك راح تخليني كيما تقولها لك منك معايا الكوارت عمرها العرب عامر خويا من العربي كيما يدخل في النص كرطيكها ما بيش من جنسيه وما على بين الجنسيه تاع مهضر ماشي سونسيال لوك عليهم ربي هذو بكوارتهم عامر خويا بكوارتهم بجنسيتهم بالك خلاص بالدايمه تاعهم. وانا نشوفك جديد صغير 23 سنه 4 دقائق 24 سنه يقول لك هذا شغل كي تجي هنا يدير حوايج ملاح وحنا شغل كما نقول كوارتنا وماناش مدايرين المهم يحسبوا لك العربي يحسب لك اخويا يعني جيت ماني ضارك ما نقول لك كوارتك وبجنسي وانا راني حراق واش فوش طمع فيا باك فوش طمع راس مالي لا لونغ انا اونجلي ما نحكي لا بولونيز انت تحكي بولونيه ومرتك وبولادك وبجنسيتك وهابط شخصي يماك وباباك وانا اخويا راني مش ضامن والو علاش تحزن المهم عمروها عامر خويا خويا تعرف العرب بزاف هنا شغل سيدو تاع الكباب هذوك تعرفهم اونسي تعرفهم مليح تما قديم هنا وتعرفت عليهم من تاع صداقه يوم اللي عمرو عام فسدوا عليا خويا العزيز الحكيمين تاع خرج من الدار مشاكل وصلوا مشاكل بزاف ايوم بعد شغل حبه تردني الكوليست انسان دخلوا عندي مشاكل ما نحبش نهضرهم. وسط الحكايه راحت اللوجون راحت اللوجون تاع عامر راحت تعمل دارت خرج من الدار ساعه انايا كريت وحدي في شومبرا دارت سيباراسيو في فلوجونت سيباراسيو بعد 1000 زلوطي بعد 230 اورو كيك حاجه كيما هكا دارت سيباراسيون ديك سيباراسيو ما عندك ميجيك في اللي لقاو ديال سيباراسيو ديجا الكوارت يتبلوكا اوتوماتيك باسكو ديك سيبا انت جيت بسبب زوج مرتك تعيش معاهم ما تخرجش من الدار ولا الكوارت ما يديرهم لكش بلوكات هم لي اسونسيال لو حكات معايا العرب قالت لي ماذا دارني الكوارت اسونسيال تقول كرهتها وكرهتني ومشاكل دخلوا بينا طلع العرب من الاخر كنا بلاه كنا بلا العرب مع القبر كنت نروح مع صحابات نفوت معها ايامات شابه من لا فامي الدار نروحوا للريف البولندي طرف نروح نفوت ايامات شابه بزاف الوارسو درناها بزاف اي نهار بدا العرب بدا يعمروا فيها لا هي من الجورس تلقى لي فوتو بزاف عامر اي شكون يشوفوها يشوفوك العربي يشوفك سعيد يحب يحطمك فاهم كيف انت سعيد ولازم يكون ديما تكون تحته دخلوا العرب مصريين توانسه غربه ما كانش غرب توانسه مصريين وكان المشارقه تاع الشكوك بيدو كي سونسيل تزدو علينا بعد باش انا شكون اكزاكت سونسيل هي حكات لي وبزاف شكون المهم حكايات هكا بدا يبعثوا لي نصاب بولونيات يقولوا لي انت معاها الكوارت واش كانت تحتاج منها وعلاش معاها الكوارت وعلاش جيت لبلادنا ومن المهم دخلوا مشاكل عامر مشاكل شكون الحل الوحيد هو الفرار كما نقولوا الطلاق وخلص نلعبوا الكوارت ندير مع واحده اخرى
الشطاح يكون ريح مع هذه عندي في مشكل مشاكل كبار. قادر افر حبس تي اكس عارف مشاكل الواحد ما يحكمش روحه وما يحكمش يدري ما يدخلوا مشاكل بيناتنا. عامر درت سيباراسيون انا عسكريت وحدي ومن بعد شفت انا محامي باش يوقف معايا زعما حكيت على الطلاق باش ما يصالح حتى مشكل محامي يحميك 50% هي بنت البلاد ما هي ما انت اللي غلط ما هي اللي غلطه فيك 4000% بنت بلادها هي انت تلقى اجنبي دير واش دير زيد بلا كوارت ما شغل كيما نقول يركبوا فوق بواحد اخر ما انت اللي صحيح قرص بيناتنا عامر هي شغل من جهه تقول صغير تقول الحشوه شغل وصلت باش دير الكوارت ما درتش الكوارت ومن جهه اخرى شغل انت ثاني حشيتها وصلت لهناك فاهم يعني شغل ديما نطلع مورا روحي باوا شغل الموتيفاسيون ديالهم مع روحي انا ما الناس يتبعوني على بالهم راني 23 سنه تما كما نقولوا مانيش في الثلاثينات ما فاتنيش التراك فاهم تما الكوارت ما كانش غير هذه ديك الكوارت انا في الدنيا فاهم ما انا كنخرج معاه خرجت من الدار معاه بالملاح ما باش نخرج بالعيب ديما شغل كما نقول كونتاكت كا صافا صافا وخلاص فاهم شغل صافا لاباس لاباس هاني هنا هاني هنا ديما كونتاكت خفيف كما نقولوا ما خرجش ما خرجش بهذيك العيب تاع كنشوف واحد اخر عليك انت باش انت فيك وفيك وفيك والسبان وتطيح فهمتني شغل خرج بالعقاله بالملاحه حتى علاش باش ما ترطقنيش عند في الفلوس نتاعك فاهم اللي ما دار اغريسيف وكم منه من سايت ما غير غير هرب من لابولون باش حاب نوصل للحكايه انا هذه واني كاين حوايج ما نقدرش نحكيها مع عامرك فاهم خويا العزيز شكون الذي تقول حياتي مش حاب تحكي ما عندناش مشكل يشكون كاين حوايج ما نقدرش نحكيها مع علاش شكون داخلين كما نقولوا خصوصياتك فاهم شكون تكون وسط الحكايه وبين وصلت لدارنا الحكايه شغل بلي شغل ولا تحبها شغل غارت مني شغل شافتني شغل كسر صغير هذا دوك يطيروني به البولونديات ومن هذاك يشوف ناس بلادي ومن اكس عارف عندهم غير زيد نسى ولا تفزد عليا مع الناس تقول لي ماذا الكوليس هذا من هنا تفزد عليا وتفزد المهم مع مع الدار تاعنا كانت عندها الواتساب تاع يما من ذاك يحكيهم بعضهم يما انا شيخه تاع اونجلي يا عامر شغل كنت تحكي معها لا منا 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 بعد وصلت الحكايه تقول لها بلي ابنك فاسد هنايا راه يشرب راه يدير شغل حبه شكون تكرهني في الناس بكل الناس مهم ولدي حبه تطقني معاهم قالت لهم هذا وبدا يفسد او يشرب او يتكيف او يدير وانا خويا سبورتيف الناس بقول تعرفني الدخان تاعي هو الفيتنس هو الجيم خويا العزيز خاطين بام ولدي كيما نقول تهضر واش تهضر ولدي على بالهم واش ربى ولا بالهم بولدهم وكيما نقول ماشي دابا كدا شرب بزاف فاهم وشو الحاجه اللي حبتني شو ما حبيتش كيما نقولوا قال نبلع وكنفوت خويا العزيز باسكو هي اللي عاونتني طلعتني هناك فاهم وقفت معايا فيه بزاف وكفات ما انا على البواط دير واش دير عاونتني خويا تبقى على العربيه هذه هي الكوار تاع زواجك ما جايين اخويا دوك دوك نعم قلت لك الكوار تاع زواجك ما جايين وكون درتهم بالخدمه ما يصيرش هكذا خدمه كنت ديرها من داك اللي داك الكوار في الخدمه يعاود هو يمشيك يعاود هو يخدمك في الوقت الفلاني كما يحب ويخدمك كما تخلص كنت تشبع وجهك معاه ولا تحب دير ما يخليكش يقول لك انا درت لك الكوار المهم كما دير تدوك الخدمه مع عربي هاك لا بارك الكوارت كما قلت الزواج هكا جايين بصح مانيش كما نقول نعطي الناس نيجاتيف بلي الزواج انا بلي تصالح لا لا غير تاعي خاوتي انا اختي انا شغل زي عندها غيره زايده بزاف البولونيز انا كاينين تاع الزواج كاينه في الاتحاد الاوروبي بوكل يتزوجوا عادي نورمال تلقى اللي تحبك وتحبها وتعيشوا كما نقولوا في هنا نصيحه من عندي بعدهم من العرب مرتكم تخليش تعرف العرب جبتك من العرب تهربت من العرب من الجزائر من الاوروب الجزائر الاوروب هربت من العرب تجي هنا تحوس تريح مع العرب علاش عليك ما يكون ريحتي الجزائر ريح مع ولاد بلادك خير انت هربت هنايا بدل السيتياسيون تاعك خويا العزيز ما تدخلش تعرف العرب انت بعد ما تعرف حتى عربي لك اذا لقيت واحد ولد بلادك عربي السلام عليكم وكونيات بالبولونديك ما نقولوا ويوش خلاص ما بعد سي بون صحيت وفوت هذيك ما نقولوا حبيت تخلي انا عبره للناس لي ستوار صحيح حبيت نكملها لكم هكا حبيت تخلي سيربريز عبره للناس باش يعرفوا انا شغل ما خلاش نقول تحشات لي خلاش تعلمت منها وتما تعلمت منها قبل ما تصرا لكم باش معناتها البولونديات بكل هكا اسما الا تاعي برك انا غير الزايده على الزايده فاهم غيرة زايدة وسط بيه لدرجة بين فكرت خدمة راح وحبست من الخدمة غير بسبتها باسك يخدموا معايا بنات قاو يبقوا دا زايدة زايدة غير عندنا غيرة زايدة عم ما نوصف لك خويا عزيز كاين حب باش نهضرهم غيرة زايدة بزاف وكنت وجهك تمضي الله يسهل دوك راح تلاقي صاي سيبو انت واش راك مدير الله خويا لازم والله يا عامر راني قد نخيط في خيوطك فاهم فراشات ما فرشات صديق صاحبتي البولنديه هذيك السويديه ما سمعها لها كونتاكت وممكن فراس العام تلقاوني تما بربي ان شاء الله نكون في دولة السويد في ستوكهولم وانا كيما نقولوا ما حبش نهضرك فاهم ممكن يخلي كلش في السكات في السر هي يقول لك خلي كلشي بغطاه وكل وقت وقته المهم خويا فتحي ربي يحفظك وبارك الله فيك يا تجربة ساعة كرايه ان شاء الله
ان شاء الله. ولا مانيش مقلق الاخو العزيز، انا كما نقولوا شي كتحمسوني في لابواني في اوروب كما نقولوا، اوروب كبيره واسعه، ما كانش مرة مش غير مره يحسم لك في المستقبل تاعك ولا المصير تاعك، ما كاينين صا كاينين فاهم. المهم اخويا نكتب بربي مرحبا بك كما يقولوا، وخويا ان شاء الله اخويا العزيز ان شاء الله يعطيك الصحه وربي يحفظك وربي يوفقك في غمتك ان شاء بارك الله. بارك الله فيك يا عمر، وان شاء الله تكون الحكايه تاعي عبر الناس بزاف، وكما نقولوا ان شاء الله تكون عندكم الاستمرار تاعي. هذه حكايتنا جايه هكا، وكل واحد حكايته في الحركه كيفاش جايه. كاين اللي عندهم حكايه مقوده على تاعي بزاف بزاف، وكاين حكايه من فايته تاعي يعني، هذه حكايه مع الناس بزاف ما تبان والو. كل واحد جاي حكايته، انا حكايتي ان شاء الله تكون عبره عليكم باش مره اخرى تستافدوا انتم العبرات وتعرفوا في العقليه كيف فاهمين. وهذه يا بارك الله فيك خويا عامر، وصافي بليز اخويا العزيز.